شكرا. يا ليلي يا عيني، يا ليلي يا ليلي يا ليلي، حبيت يا ليل وحبيبي القديم بعني، لبس هدومه الجديدة وجاني البيت ودعني، بكى وبل المحارم، قلت له هو البكا، قلت له هو البكا صنعتك ولا الدلع يعني، قالت لي انا لا البكا صنعتي ولا انت جيت في يوم يا يسري تدلعني. بلاش سقفوا وتقطعوني عشان تسمعوا القصة من اولها لاخرها. بداية الحكاية الزمان 1996، المكان كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، شارع إسماعيل محمد ناصية شجرة الدر بالزمالك. كنت قاعد في بداية العام الدراسي مستني بنات الدفعة الجديدة عشان أختار منهم بنت جميلة أرتبط بيها وتبقى الجير فريند بتاعتي. دخلت بنت جميلة اسمها هديل، الشعر طويل أسود سواد الليل، جمالها ما يتوصف ولا في الحواديت. العبد لله لما يقعد يغني في الكلية من أول عميدة الكلية لغاية السكيورتي حب يقعدوا يسمعوه. جت هديل واتعرفت عليا واتعرفت عليها، بالليل أقعد أغني للعرب والهاي سوسايتي وأكسب فلوس كتيرة، أصحى الصبح أضيعهم على هديل في أفخم المطاعم. قال يعني أنت ما بتعملش كده؟ عدينا على الموضوع دوت سنة، وجت السنة التانية بسأل على هديل، قالوا لي حولت حقوق عين شمس. قلت يا واد يا يسري لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت، خليك في مستقبلك وشريطك اللي بتحلم بيه. عدى شهر رمضان قبل اللي فات وقاعد بغني في مطعم من المطاعم الفاخرة، ألاقي هديل داخلة عليا المطعم معاها راجل كبير عجوز لابس بدلة سموكن ومعاه موبايل، كنت فاكره أبوها. قعد وطلب لنفسه شيشة وطلب لها شيشة، قلت ممكن يكون أبوها ومديها الحرية شوية، وطلع السيجار بتاعه قامت مطلعة ولعتها ولعت له، عرفت انه مش ابوها. عدى يوم وجت التاني، وعدى التاني وجت التالت، اخر ما زهقت منها قلت لها وحياة الليل اللي سيرته وهواك اللي انا عمري ما خنته هتشوف الويل وقد كان. سبت مكاني ورحت اشتغلت في مكان تاني في اخر مدينة نصر، بالصدفة واحد سمعني وداني النصر محروس اكبر منتج كاسيت في مصر. نزلت معاها أغنية في شريط فري ميكس قبل اللي فات والحمد لله نجحت. عرفت هديل قالت لأصحابها البنات صالحوني عليه، قلت لهم لأ بغني في مكان تاني وفي زمان تاني. تتوقع أبص ورايا بعدها بسنتين ألاقي مين؟ ألاقي هديل جايالي مع واحد تاني، شافتني أكنها شافت أبوها، قالت له ميزو مش عايزة أقعد جنب المزيكا، قعدت بعيد عني وأنا بغني شوية، وميزو ساحب هديل زي خروف العيد وبيلعبوا بلياردو وبتبص لي وبتضحك. قمت قلت لها يا طير يا اللي أنا حبيتك وما تمرش فيك حرام عليك، لقيتها عيطت وقالت له ميزو اطلب الشيك وأنا مستنياك بره في عربية مامتك. خدت العود ومشيت وراها وراها، وخرجت وراها الشارع والله العظيم. قلت لها ايه هي وميزو بانو على اصلكو بانو على اصلكو بانو الساهي
يبطل سهيانه ولا غنى ولا صيت دولا جنس غويت ولا غنى ولا صيت دولا جنس غويت وجوابنا يبان من عنوانه بانوا ايوه بانوا وتوتا توتا توتا وخلصت الحدوته وتبدا من جديد وما دام في كل جانب افواه على ارانب بتاكل الحديد وتوتا توتا توتا خلصت الحدوته توتا 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 خلصت الحدوته.